يلا يا سي ناصر، الشاي هيبرد. اهلا يا عطيات. الله، يا دكتورة أمل صحيت ولا لسه؟ صحيت وبتلبس جوه. طب استعجليها عشان احنا اتأخرنا. سكتها غير سكتك، لازمته ايه تقعد تستناها كل يوم لحد ما تفطر عشان تخرج معاك. ايه وانا في ذاك الساعة كده اما تمشي جنبي كده والناس تشاور عليا وتقول او الدكتورة أمل اهو عرف يخلف ويربي. ربنا يخليها ويسعدها وينور لها طريقها يا قادر يا كريم. يو اما راح اصحي زكي. ابني صحيه بعدين انا امشي، هو يعني هيتاخر على الديوان؟ وهو انت كده يا سي ناصر طول عمرك كسر نفسي الواد ده، بكره يبقى هو اللي كسر قلبي. ده عنس في التعليم، 10 سنين في ثانوي وزيهم في الجامعه مش قادر يمسك الشهاده الكبيره. زملائه دلوقتي اللي بقوا وزراء واللي بقوا كذا واللي بقوا كذا، وده مش قادر يمسك شغلانه. مش خيبه دي، البيت تتعلم وتفلح وتبقى دكتوره وهو نايم في العسل نوم. سي ناصر افطر افطر وبلاش الكلام اللي يحرق الدم على الصبح. هو اللي حرق دمي، كل ما اشوفه افتكر خيبته دم يتحرق. يا سي ناصر خلي قلبك عليه. وانا عدو يا عطيات؟ ده انا نفسي يبقى احسن الناس. صباح الخير يا بابا. صباح النور على البنور يا اجمل دكتوره في الدنيا. اشربي الشاي بتاعي بقى. رايحه فين؟ ما تقعدي تفطري معانا يا عطيات. لا انا هفطر مع زكي لما يصحى. وله الاذيه دي، احسن يسد نفسك زي ما سدد نفسي يا بنت الحلال. يلا يا موله يلا يا دكتوره. اديني جاهزه يا بابا. ماما عايزه حاجه قبل ما انزل؟ ايوه يا حبيبتي، عايزاكي تخبطي على حلاوته اللي اتاخرت عليا قوي، لكون راحت عليها نومه. حاضر يا ماما. حضلك الخير والسعاده يا حبيبتي. امل، لا اله الا الله، محمد رسول الله. مع السلامه. ربنا يجعلك في كل خطوة سلامة وينور طريقك يا أمل يا بنت عطيات، يا قادر يا كريم يا رب. زيكو زكي، اصحى يا زكي، اصحى يا بابا، اصحى يلا الفطار جاهز يا حبيبي. زكي زكي اصحى يا زكي، اصحى يا زكي، يا واد اصحى يا واد. مالك يا ضنايا يا ابني؟ اصحى يا حبيبي. بسم الله اصحى يا زكي، اصحى يا حبيبي، اصحى ربنا يهديك. اهدى يا زكي، كنت حطيت عيني يا ابني. ايه في ايه؟ اصحى يا بابا، اصحى الفطار جاهز. السلام يا نينا، ليه بس تصحيني دلوقتي؟ انا كنت خلاص هضربه بالقضيه. قضيه ايه يا ابني؟ القضيه يا نينا، البلدوزر حلاكمه النهارده. طب قوم يا حبيبي وبطل احلام. يا نينا لازم اخد اكبر قسط. قسط ايه يا ابني؟ قسط من النوم والراحه عشان النشط بتاع الملاكمه. بص بص وطي صوتك لابوك يسمعك. هو بابا لسه ما خرجش؟ بابا
صباح الخير يا صبحي. صباح الخير يا عم ناصح فندم. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا رجاله. صباح الخير يا ناصح فندم. صباح الخير يا ناصح. صباح الخير يا صباح الخير يا اسطى موسى. يا صباح النور، يا صباح الفل، يا صباح الهنا. ازيك يا دكتوره؟ اهلا يا اسطى موسى. ايه يا اخوي، بنت حلاوتهم بنتك دي نومها بقى تقيل قوي. الله، هي رجعت نامت تاني، الله ينكد عليها. اعملي معروف بكشف عليها يا دكتوره. حاضر يا اسطى، لما ارجع هبقى اشوفها واكتب لها شويه فيتامينات ونشطها. ايوه اعملي معروف، الله يخليكي. احنا ما صدقنا ست ام زكي وديتها جمعيه الاسر المنتجه تعلم لها صنعه ولا حاجه. ربنا يكرمك. السلام عليكم. على السلامه. على السلامه يا عميره. يا جميل. على السلامه يا ست الدكتوره. صباح الخير. صباح الخير. اهلا. صباح الخير يا سيد. صباح الخير يا ناصح افندي. يعني هربت امبارح، خبت لاغلبك. انا برضه اللي بتغلي يا ناصح افندي. امال مين اللي غلبك اول امبارح؟ انا النهارده هخلص طاري. ماشي يا عم. اصل الدكتوره انا ليه عندك خدمه. امر يا سيد. الامر لله. بقول لسعادتك ايه؟ البنت بنت ام حميده راقده في المستشفى بقى لها اسبوع ولحد دلوقتي مش لاقي لها سرير. حاضر، انا بنفسي هروح ازورها واطمن عليها. حضر لك الخير يا كريمه اللي منورانا. يلا يا بابا. السلام عليكم. مع السلامه يا سناصح افندي. اهلا. ازيك يا سناصح؟ والله يا اخي لك وحشه. ازيك يا معلم دفيان؟ ازيك يا دكتوره؟ عاملين ايه؟ يا جدع انا كنت نفسي اقعد معاك من زمان. عايز اقعد معاك شويه، بتوحشني. انا تحت امرك. منور. السلام عليكم. مع حفظ الله. مع السلامه يا دكتوره. السلام عليكم. وبعدين معاك بقى يا سي بابا، طول ما انت ماشي كده هتفضل تسلم على اهل الحاره، مش هنخلص. هروح متاخره على المستشفى. يا ستي ان كنت مستعجل اخدك ورايا على العجله اوصلك المستشفى. لا يا سيدي، انا بخاف من العجله، وبعدين العجله من الشيطان. يا دي العجله دي اللي بتقول عليها دي بتاع اخوك زكي، ربنا يهديه. ربنا يهديه ويصلح حاله. يا زكي اصحى يا زكي، غلبتني. حاضر اصحى. افطار جاهز؟ ايوه جاهز. في لبن؟ ايوه في لبن. في بيض؟ لا مفيش بيض. زي ما فيش بيض؟ يعني ايه ما فيش بيض؟ لازم بيض يعني عشان اتغذى كويس عشان ماتش الملاكمه. ايه ماتش؟ ماتش تاني؟ مش كفايه الماتش بتاع المره اللي فاتت اللي كسر رجلك؟ يعني انا اللي كسرت في رجلي ده كان ماتش كوره، حاجه تانيه. ودي كانت زومبا معموله من الفريق القومي ضدي عشان ما اوصلش للعالميه. انما المره دي بقى ماتش الملاكمه اللي هلعب فيه البلدوزر. بلدوزر ايه يا ابني؟ المنافس بتاعي يا نينا. وغلاوتك عندي لهفقع واحده قاضيه زي بتاعت الواد سيفليستر. استنوني بس، روح انت حضري لي البيض ودعيلي. ده لازم حلاوتهم. حلاوتهم؟ طب روحي وشوفيها عايزه ايه واقفلي الباب وراكي. صباح الخير يا قبلتي. يصبحك بالخير. ايه يا حلاوتهم؟ اتأخرت كده ليه؟ راحت عليكي نومك؟ لا يا قبلتي، ده انا صاحيه من النجم. اصل ابويا ساب لي الليمواز بتاعت المحل عشان اسيبهم على الحاضر. طب بقول لك ايه يا حلاوتهم؟ اخطف رجلك يا حبيبتي وهاتي لي بيضتين عشان افطر زكي. عشان زكي يفطر؟ آه. من عينيا الاثنين يا قبلتي. انا عندي بيض طازه من الفرخه بتاعتي. طب خدي الفلوس. لا لا، خرج سابق يا قبلتي. خرجت؟ اه، وراحت تجيب لك بيت بلدي من عندها. بلدي ايه يا نينا؟ بيض البلد صغير، انا عايز بيض كبير، لازم استعد لنهايته. يا كسوف يا قبلتي، وشي منك في الارض، ما لقيتش غير اربع بيضات بس. ان شاء الله ما عدمك ابدا يا حلاوته. وايه ده كله يا اختي؟ ده فول مدمس بالسمنه البلدي وبعسل وجبنه. كنت هنزلهم لابويا عشان يفطر، لكن ابويا بقى مش مهم، ان شاء الله ما فطر. ومدام زكي مستعجل هو يفطر بألف هنا بشفا مطرح ما يسر يمشي. بس ده كتير قوي يا حلاوتهم.
لا مش كتير، اصل سيزاكي غالى عليا قوي يا عفريتي. اصل هو النهارده عنده مشط كبير قوي ولازم يتغذى كويس. ايه ده؟ وانت عرفت منين؟ اصل انا غاوية اتفرج عليه وهو بيلعب. ده يوم ماتش الكورة اللي كسرت في رجله صوتي كان جايب لاخر القلعة. يا حبة عيني جه هو يشوط الكورة في الجون راح شايط الخشبة. اصل هو اهوب وقرع او ربنا. طب ثواني يا حلاوتي، بقول لك ايه، خد يا حبيبتي الفساتين دي توديها لرئيسه الجمعيه وتيجي بسرعه. ما توديهم لرئيسه الجمعيه وتيجي بسرعه. ما هو طب اسوق البيت يا سيزاكي. لا ما فيش وقت عشان انت مشوارك بعيد. ما هو يعني اسوق و... لا ما فيش وقت يا حلاوتي. يلا يا حبيبتي يلا. اسم الله عليك. اسم الله عليك يا روح قبلتي. مني قبلتي ما تكسفينيش بقى. طب يا روحي. طيب صباحي بالخير. ينسى صباح على مهلك هتخبطي بالفرس. مشيت. انت ايه حكايتك؟ من امتى انت بتستخبى على حلاوتهم؟ اصلها مزعجة يا نينا، مزعجة وكلامها بيجيب لي صداع. انا عايز ابقى جاهز ومستعد للمعركة. النهارده يوم الحاسم. انا بس هبص له واحس ان هو من ريحة حلاوتهم وهضرب فيه ضرب. يا اخويا يا اخويا، كنت تعمل الحبة دول عشان مستقبلك بدل ما انت معايش ابوك بحصلتك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ليه يا سيدي؟ الدكتور فكري عطية تاني دور. الدور العاشر شقة 418. طيب باخد بالك من العجلة. الأسانسير عطلان من امبارح. ده العاشر. يا ساتر يا رب. ما تجيب الجواب ولما ينزل ابقى سلمهوله. لا تعليمات المصلحه لازم يمضي الوصل قدام. خلاص اطلع. خلي بالك من العجله والشنطه، امانه في رقبتك. استعنا على الشقه بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الاخبار يا دكتور امل؟ ابدا، بنك الدم ما بعتش الا تلت الكميه المطلوبه. انا اتصلت بيهم وقالوا لي ان عندهم عجز وان احنا مش الجهه الوحيده اللي بيغذوها. بس الاطفال المرضى دول اكتر ناس محتاجين للدم. امراض الدم هي اللي بتحدد مصيرهم، وانقاذ حياه طفل دي مسؤوليه علينا وواجب يستحق اننا نعمل علشانه اي حاجه. ما هو لو في وعي بين الناس كان عرفوا ان التبرع بالدم ما بيضرش وانه بيتعوض على طول في الجسم وبينشط النخاع الشوكي وبيدي طاقة وحيوية. لو الناس فاهمة كده ما كانش بقى فيه مشكلة. دي مسؤولية بنك الدم، لازم يوفر الدم للأطفال المحتاجين دول. وبعدين دي مشكلة يا دكتور، مش لازم نسكت عليها، لازم نشوف لها حل. خلاص يا دكتور أمل اهدي، روحي قابل المسؤولين وخليهم يحلوا لك المشكلة دي. على إذنك. قوم يا استاذ.
واحد اثنين ثلاثة ثلاثة ايه تسعة 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 عشرة ايوه يا ابن نيكو يا ست ما عرفت ايه حضرات انت بتشاطب على اخي اللي جرالك يا اخويا اللي جرالك يا اسطى بوس انا عارف اطيع اعمل له عامله ولا خناقه ده متشاطب على اخي يا اخي انا ما قلت النص عفان بيشوف لي شغلانه تنفعه ما اسمعش كلامي شو نعمل ايه ونيلة ايه عن اذنك الفسعين الواد مش هجيبها بره اصلا انا عارفه هو خايب من يومه عن اذنك هو هيعمل ايه يعني الخايب خايب من يومه سلامتك يا حبيبي سلامتك الف سلام عليك يا ابني في حاجه تانية بتوجعك كتفي في الشمال مش حاسس بيه طيب استنى عيني يا مام يا حبيبي على مالك على الواد يا دكتوره انت بتلعب كاراتيه دي ولا ايه كتفه كان مخلوع بردهوله حاسس بحاجه مش عاوز حد خلاص التلج يا ماما بسرعه بتجيبوا حلاوتهم اديني صبغه شوت اتفضلي يا حبيبتي ان شاء الله مع دمك يا حلاوتهم تعالي معايا على المطبخ تعالي يا دناي سلامتك يا استاذ زكي اديني حته منه طيب يلا بسرعه يا حلاوتهم طيب انا استاذ زينب سلامتك يا زكي الف سلامه ليك استاذ انا دكتوره احسن اساب المحل لوحديه متشكرين قوي يا استاذ موسى والله خير في بعد شر عليك سلامتك اخو سلامتك سلامتك يا زكي الف سلام قول لي بقى اتخانقت مع مين؟ اتخانق ايه يا مجنونة دي؟ انا كنت بلعب ماتش الملاكمة بطولة الجنوب بطولة مرة واحدة؟ اهو ده عيبك يا زكي ما عندكش صبر كل حاجة عايزها مرة واحدة مش كفاية اللي انت عامله في ماما؟ بقول لك ايه؟ مفيش دعوة بيا خالص روح انت بقى يا حلاوته انا يعني عشان تكوني عاوزة حاجة يا قبلتي ان شاء الله ما عدمك ابدا روحي ولما عاوز حاجه حد عليك سلامتك يا سيزكي الف سلام ان شاء الله يا رب ان شاء الله صابي قبلتي لو عاوزت اي حاجه وندها علي طيب الباب من هنا اخويا اقفلوا اقفلوا الباب ده جايب هوا ساقع ما انت سخن ولا حاجه اصل البت حلاوتهم داخله طالعه من الباب ده اقفلوه يا ابني يا حبيبي ما تبقاش طويل اللسان مش كتر خيرها انها تضمن حاجتنا ولا عشان ساكنين عندنا يبقوا خدامين ابونا سيبيه يا ماما اصله بيخرف انا بخرف معلش اصله كنت مفطرين انا الحظ معاكسني يا ناس حظ ايه الشهر اللي فات رجليك اتكسرت في ماتش كوره طب وده ذنبي والخطيب ما بيتكسرش فاروق جعفر ما بيتكسرش حسن احمد فتحي شحاته ما بيتكسرش كلهم رجليهم بتتكسر والسبق اللي عملته في النيل وكنت هتغرق لا ولا يوم الحديد ما وقع عليه وفضل شهر متجبس في القصر العيني اعمل ايه اذا كان النحس ملازمني نحس ايه علاقه ده كله بعدم تخرجك من الجامعه لغايه دلوقتي عارفه لو جبت سيره الجامعه دي تاني هقطع لك لسانك عارفه انها بتعمل لك حساسيه وبتكرهك في الدراسه يا اختي اسمعي عليكي عصير الليمون عشان خاطر سيزك ما بحبوش ده حلو ده فيه شيف اعمل لك كراويه كراويه كتر خيرك يا حبيبتي كتر خيرك طب لو عاوزه اي حاجه وبنده عليا متشكرين يا حبيبتي قوي سلامتك الف سلامه يا سيزك متشكرين ان شاء الله يا رب ان شاء الله معلش بكرة الحظ يبقى معايا بكسب فلوس واشتري عربية 17 سلندر وهتشوفوني بلعب بالفلوس دي لعب تلعب بالفلوس؟ حتى اللعب دخل في الفلوس؟ معلش بكرة هفكرك بص وطي صوتكم يا عيال لما اشوف مين اللي بيخبط سناسة شيخوك
مستموسة بقول انهم جابوا الواد ذاك متعور. بسيطة يا اخويا بسيطة، ده كان بيلعب ماتش. ماتش؟ ده اللي كان ناقص، بدل ما اشوف شغله مستقبله عليه العوض. عليه العوض ومنه العوض. استنى. اوعي بقى اوعي بقى، مش عايز حاجة من حد خلاص. يا ساتر عليك، اهو انت كده ما بيهمكش حد. ايوه انا ما بيهمنيش حد بقى. ما بيهمكش حد؟ ما يهمكش حد يعني للأدب؟ معلش معلش يا ابو زكي، فوت يا عشان خاطر المرة دي. هفوت ايه ولا ايه ولا ايه؟ ده انا داير زي النحلة عشان اجيب له لقمة عيش ياكلها وهو ولا هنا. يا اخويا بكرة ما يبقاش حد احسن منه. يبقى قابليني دوت فاشل، ما ينفعش. انا عارف انت ما طلعتش جبت ليه. عشان ربنا عاوز كده. يا بابا اهدأ، الضغط عالي عندك. ما هو اللي بيجيب لي الضغط ده، انا بقيت اتمنى الموت من جرايره. بعد الشر استغفر استغفر يا صناصة. ده كلام؟ ده ابنك ربنا يخليهولك ويفرحك بيه وتشيل ولاده ولاد ولاده. اشيل ولاده ولاد ولاده كمان؟ ده انا عايز اشيلهم الحارة عشان اريحهم من افعاله المهببة. معلش بكرة الحارة دي هتفخر بيا باذن الله لما ابقى مشهور، وانت يا بابا بالذات هدخلك التاريخ. تاريخ؟ ده انت ما نجحتش ولا مرة في التاريخ. ده الاستاذ عبد المنعم مدرس التاريخ عاوز يقلب مدرس انجليزي بسببه. دروس خصوصيه بكل حاجه، ده ما كانش رايس الا الالعاب الرياضيه تاخد فيها درس خصوصي. شفت؟ عشان كده انا ما خدتش البطوله. كفايه بقى، انت بقيت راجل لازم تاكل نفسك. البركه فيك يا صناصه. خلاص اتهدي حيلي، هلاقيها منين ولا منين؟ يا رب توب عليا بقى، يا رب توب عليا بقى. معلش يا صناصه. شايف عمايلك يا زكي؟ مش كفايه بابا تعبان في الشغل؟ تعبان ايه؟ انا مش فاهم انتوا عاملينها شغلانه قوي. هي توزيع الجوابات دي شغله؟ العطيات حضري لي شويه ميه بملح احطه فوق رجليا، وخلي امل تكويل القميص. انت خارج تاني يا صناصه؟ ايوه رايح ازور عبد السامع افندي في المستشفى. لا سلامته، ماله؟ الدكتور قال لازم يعمل عمليه النهارده. الشغل مرضوش يديله أجازة إلا بعد ما كتبت إقرار على نفسي إن أقوم بعمله. الله، ده مش يبقى تعب عليك يا صناصة؟ واجب الزمالة يا عطيات. عبد السماع كان راجل طيب، ربنا يتمم شفاه. وهيعمل العملية إمتى؟ لما هروح المستشفى هعرف. تصوري يا عطيات، عنده كملح، لميت له النهاردة من الزملاء 100 جنيه بالعافية. إن شاء الله ربنا يخليك يا صناصة. طول عمرك صاحب واجب، ربنا يبارك لنا في عمرك. طب يلا بقى كل القميص. حاضر. انت بتعمل ايه؟ بدور على القميص. طب شهيلي بسرعه واستعجل الميه احسن، رجليا بتوجعني زي ما اكون فيها مسمار. سلامتك الف سلام. اللهم اهده في من هديت، واجعل حظه احسن من حظي، وسدد خطاه، واكفيه شر نفسي واحلامي هواه. خد يا زكي اشرب الليمون. مش عايز منك حاجه. علشان خاطري. مش عايز منك حاجه. ده حلو ولد ده. امل. ايوه يا ماما. ما شفتيش القميص بتاع ابوكي؟ انا مش لاقياه في الدولاب. لا ما شفتوش. الا القميص الرصاصي الجديد. يا ملت بختك يا عطيات، يا ملت بختك. اقول لابوك ايه دلوقتي؟ القميص الوحيد اللي نضيفه محطوط في الدولاب، وعايزه علشان رايح يزور واحد صاحبه في المستشفى. بكره هجيب له احسن منه. هتجيب منين يا فالح؟ اتصرف ازاي دلوقتي؟ اتصرف ازاي دلوقتي؟ روح يا امل تسخني شويه ميه وملح، خلي ابوك يحط رجليه فيهم. حاضر. انا خلاص طهقت منك ومن عمايلك، ما عدتش هدار عليك ابدا ابدا. وحكايه القميص دي انا هقولها لابوك. ايوه يا اختي اعملي فيها حريقه انت. طب اعمل ايه؟ امشي في الشارع كده واروح الماتش من غير قميص؟ مش كفايه ما عنديش فانيلات؟ واقول لبابا يقول لي هي دي الموضه؟ الحمد لله رجليا بقت عال، كتر خيرك يا بنتي. الف سلامه ليك يا بابا، ده انا نفسي اريحك. راحتي في نجاحك باذن الله. قولي لي يا امل، هو الواد زكي فيه قصور ولا حاجه؟ لا يا بابا اطمن، الحمد لله جت سليمه. الحمد لله. صناصح. ايوه عطيات. بقول ايه يعني يا صناصح؟ بقول ايه؟ ما تخليك قاعد معانا النهارده، وابقى زور زميلك بكره. بكره؟ انت عايز ايه بالظبط؟
لا ابدا، عشان انت رجليك تعبانه. ودي معاد وخليفه عشان اقعد معاكي. ازاي يا ام زكي؟ زكي؟ لا لا لا، زكي ما عملش حاجه. اه يبقى لازم لبس قميصي. شيل الميه يا بنت، شيل الميه. وانت عملي لي كوبايه شاي. من عينيا يا سناصح، من عينيا، بس مش عايزك تبقى زعلان. مش زعلان؟ لا انت باين عليك زعلان. يوهو، ما قلت لك من زعلان. بره وفين الباب وراكي؟ الله، مالك يا امل يا حبيبتي؟ ابدا يا ماما، بس مشغوله قوي على صحه بابا. ماله ابوكي؟ رجليه ورمه شويه. طبعا يا بنتي، مش بيلف طول النهار على رجليه، بوزع شغله وشغل زميله، تعب عليه ولازم رجليه تورم. الله الله، الشيكه دي كلها يا سي بابا. طول عمره يا حبيبتي، ولا سبسبه شعره. انت ايه، بتحلي البضاعه ولا ايه؟ يلا بقى حط الختام. قولوا لي اللي ما يتسمى عمليه النهارده. اسم الله عليه، زكي نايم. سيبوه نايم، نوم الظالم عباده. الحق بقى اروح ازور عبد السميع يا فندم. طب مع السلامه يا اخويا، ربنا يجعلك في كل خطوه سلامه يا قادر يا كريم. مع السلامه. امل بقى، شوف يا حبيبتي، انا عايز اخد رايك في حاجه. خير يا ماما؟ عايز اخد حصه كبيره من البيجامات. يا ماما دي انت كفايه عليك الفساتين، نظرك وصحتك وطول النهار مكفيه على المكنه. اهدى، ما تطولي بالك عليا يا امل. هو انا خلصت كلامي؟ ما انا طبعا هبطل الفساتين دي، مش جايبه همها، وهروح للاسر المنتجه واخد كميه كده من القماش، واطلع يجي 30 بيجامه في اليوم. 30 بيجامه؟ دول عايزين مصنع وعمال، وانت وحلاوتهم بس اللي بتشتغلوا. ما انا هعمل مصنع. طب ومنين الفلوس؟ عندي 4 مكنات هشغلهم. منين بس يا ماما؟ ده كل اللي عندنا مكنه واحده. هقول لك يا حبيبتي، دلوقتي مفيش حد في الحاره بيشتغل في الاسر المنتجه الا انا. خالتك زكيه بقت حالتها لا السر عاد ولا حبيب، ورهنت مكنه الخياطه بتاعتها الشهر اللي فات. ام ليلى عندها مكنه، وسنيه بنتها عندها مكنه. ادي 4 مكنات اللي انا هشغلهم. انا بقى باذن الله هعمل اسره منتجه في الحاره. انا اقص، وسنيه تخيط البنطلون، وام ليلى تقفل الصدر، وواحده تعمل العراوي والزرايب. بكده نطلع اكتر من 30 بيجامه في اليوم، والفلوس اللي نلمها كلها نقسمها على بعضينا. قلت ايه؟ يا سلام عليك يا ماما، اهي لو كل الحاره بقى تعمل زيك كده نبقى احسن ناس في الدنيا. اه على فكره، سوسن زميلتي سالتني على البلوزه اللي انت فصلتها لي، سالتني جبتيها منين، قلت لها من هنا، ما صدقتش، لكن لما قلت لها جبتها من بره صدقت. طب ليه يا حبيبتي؟ عقدة الخواجة بقى، ما عندناش ثقة في نفسنا، وهو ده بقى اللي جايبنا لورا. عارفة يا ماما، انت لو سميتي نفسك ماريكا كل الناس هتفصل عندك. ماريكا؟ يا ساتر يا رب، ماريكا، ماريكا ده هي اختي. سلام الدين يا حبيبتي، ده انت لو جبتي لي كنوز الدنيا كلها. عطيات مسلمة ومؤمنة برزقه. امتى الهوى يجي سوا وارتاح، ولو في العمر يوم. حلاوته، حلاوته،
حلاوتهم. مين واحد فينا مش قادر؟ حلاوتهم. طبعا انت فاتحه ده وهتسمع حاجه وتسمع حاجه. انت بنت حلاوتهم. قولوا له الحي. ايوه يلا فيز يا بنت حضري لي العشاء. اعمل لك بتاع ده طبق فول وبيض يابا. طبق فول وبيض يابا؟ امال الفلوس اللي خدتيها عشان تجيب خضار ولحمه وديها فين؟ ما انا ما لحقتش اطبخ يابا. ما لحقتيش تطبخي ليه يا اختي؟ كان وراك الديوان؟ ما احنا كنا في ايه ولا في ايه؟ ده احنا كنا ملخومين في السزاكي. وايه السزاكي اللي هتخبي فيه ده؟ هتخبي هو كان بيت اهلنا ولا كان بيت عيلتنا يعني؟ السزاكي ده مش ابن ست عطيات؟ وهي كتر خيرها بقى اللي مشغلاني معاها في الاسر المنتجه. وهي عشان مشغلاكي معاها في الاسر المنتجه تقوم تهملي ابوكي وتهملي الطبيخ وما تحضريش اكلي؟ اسكت يابا، ده سيزاكي صعب عليا بشكل. ده انضرب النهارده ضرب، يا لهوي ده البلدوزر ضربه ضرب، كان ايه؟ كان فضيحه. ايوه يا ريت. ايه؟ وانت رحت كمان اتفرجت عليه في الماتش هناك؟ ما هو عشان خاطر الست عطيات، ما انا كان لازم اروح عشان اشجعه. شجعيه؟ هديك شجعتيه لما جه متدهول وبيطلع في الروح. ان شاء الله انت يابا بعد الشر عليه. ده لا لا يابا، ده هو انضرب ضرب، ده البلدوزر ضربه ضرب يابا. يا لهوي يا لهوي، لو شفت البلدوزر وهو بيضربه، ضربه حته علقه. احسن يستاهل والجبله. شر ليه بتتكلم على سيزاكي كده يابا؟ انت بتدافع عنه كمان ولا بتجامليه؟ لا يابا، مش سيزاكي ابن ست عطيات. تعالوا بقى يا حلوين جنب انكل، الكبار هنا الصغيرين جنبي هنا. تعال، انت دافعه كام حلو؟ انت دافعه كام؟ وانت دافع كام؟ جنيه. برافو. اسمك ايه؟ معتز يا حبيبي. برافو. وانت اسمك ايه؟ مروه. خلاص معتز ومروه لوحدهم عشان دول اخوات. وريا وسكينه منتوا مين اسمكوا ايه؟ بكيزه وزغلول. وبكيزه وزغلول لوحدهم خلاص. ومعتمد، مش اسمك معتمد؟ انت دافع كام؟ جنيه. طيب استنى، انت هربان يا ابني، شكلك غريب، خليك معاهم. يلا قرب قرب الاوكازيون، قرب. يلا حبيبي ما تغيبش بسرعه، تعال الساعه خلصت. برافو عليك، تعال. برافو، عجبتك العجله؟ برافو. مين بقى اللي بعد كده؟ يلا الفلوس. معلش يلا يا حبيبي ما تغيبش. بس انت ما قلتليش يعني هو زميلك ده بيعمل عملية ايه؟ في المرارة. انا بقيت خايف على مرارتي من زكي. بعد الشر عليك، الف بعد الشر عليك يا صناصة. هو باين عليه هو. مساء الخير، ازاي صحتك دلوقتي يا بابا؟ الحمد لله يا بنتي. اتأخرت كده ليه؟ ابدا، كنت بقابل المسؤولين. المسؤولين مرة واحدة؟ أيوة يا بابا، المسؤولين عن بنك الدم، علشان أقنعهم بتنظيم حملة للتبرع بالدم. ليه؟ هو في أزمة في الدم كمان؟ آه، الناس ما بقاش عندهم دم. لا يا بابا، ده في مرضى كتير قوي بيبقوا محتاجين باستمرار لعملية نقل الدم. ودمهم راح فين يا بنتي؟ في أمراض كتير قوي يا ماما بتسيب الدم وبتسبب للإنسان أنيميا، علشان كده الدم بالنسبة لهم بيبقى هو الحياة. وبيجي الدم منين يا بنت؟ اه، من التبرعات او بيتباع. ايه؟ يتباع؟ أوه. الدم بيتباع؟ وفي السوق السوداء كمان. تصوري، في ناس بتبيع دمهم بفلوس، واللي بيشتريه بيرجع يبيعه تاني بسعر اغلى، وفي فصايل نادره قوي، علشان كده بيبقى ثمنها غالي قوي. يوه يا بنتي، طب والفقير ده لما يحتاج دم وما معهوش فلوس يجيب منين؟ هي دي بقى المشكله اللي بنواجهها. تصور يا بابا، تصور ان بنك الدم ما عندوش لا رصيد ولا احتياطي، والكميه الموجوده عنده ما بتكفيش المطلوب. فتخيلوا بقى لو مريض فقير ومحتاج لكيس دم كل يوم، يعمل ايه؟ يجيب منين؟ اهدى، طب والحكومه ساكته ازاي؟ والحكومه هتعمل ايه ولا ايه بس يا ماما؟ احلى والناس اللي عندهم صحه يحسوا بعذاب والام المريض، ولو يعرفوا ان تبرعهم بالدم هينقذ حياة المريض من العذاب. يا ترى زكي اتأخر ليه؟ يا صناصح ما تقلقش عليه. أنا مش قلقان عن إيه؟ أنا قلقان عن العجل، ده عودة الحكومة. أه باين هو، باين هو يفتح العمل. طيب طيب استنى. مين؟
ده؟ فين العجل؟ عجلة بخير والحمد لله. أنا أحكي لكم اللي حصل باختصار. أنا أصلي صلحت العجلة الحمد لله، صلحتها وبقت كويسة. حبيت أستغل الوقت، قلت أجرب. لقيت شوية عيال بيأجروا عجل الساعة بالشيء الفلان، قلت أستغلها ساعتين ثلاثة أهو يجيني قرشين أجيب لحضرتك القميص بتاعك بدل ما تزلني بيه. وأجرنا العجل. واد عيل كده لقيم خد العجلة اتأخر ساعة. أنا اتجننت وأنا جن اللي يضحك عليا. الواد جاب، يا واد فين بقيت الفلوس؟ مش هدفع. يا واد بقيت الفلوس مش هتدفع؟ مش هتدفع. المسألة كبرت. الواد صفر لقيت 9 عيال بعيد عنك شحوطة. أنا قلت بس أوبا هتبدأ المعركة. أنا خايف على حاجتين، العجلة وعلى السويتر. رحت قلع السويتر بقى وركنه على العجلة ودب دب 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 في مين؟ دب فيا طبعا، أصول كانوا كتير. بس أنا أخد الدبة وهمي على العجلة، أخد الدبة وهمي على العجلة، والعجلة بخير الحمد لله. فين العجلة؟ افتح واحد كبها زي دي. انت هتركبها؟ انت هتتلكك يا بابا. ايه اللي هتركبها؟ ما كلهم بيركبوا العجل، هي شغلانه. اركبها زي وهي بالشكلين. لا تتركب قوي اهي، وحد يزقك. يا ما جاب الغراب، يا ما جاب الغراب لامه. فاكره يا ام زكي؟ فاكره وانت بتولد المحروس ده في الاوضه، ام الله يرحمها قالت للدايه هات الواد ابوسه، وطت عليه تبوسه من هنا، والسر الالهي طلع من هنا. الله من وشي. احط لك جرس ولا؟ مش فاهم بابا مستقصدني ليه. يا سيدي بكره تصلح حاله، كلنا كنا كده واحنا في سنه. واحنا في سنه كنا اولاد بلد جدعان مال وهدومنا ومتحملين المسؤوليه من صغرنا. اي والله، اي والله تمام مظبوط. ابو الله يرحمه نزلني المحل اشتغل فيه وانا عندي 10 سنين، واداني الكتاب حفظت القران، ولما حفظت القران بنزلني المحل خلاني احلق للزباين. الزبون اللي كنت شاطول قفاه كان يجيب لي كرسي صغير كده وقفني عليه عشان احلق له. استلمت مسؤولية المحل وانا عندي 10 سنين. الله يسامحه بقى، الله يسامحه اللي لقى الكتاتيب. ايوه كنا حافظين القرآن كله، لكن تعالى دلوقتي عندي الوقت في المدرسة مش حافظ غير سورتين. جي الاخر زمن. والله يا جماعة انا قلبي بتقطع كل ما اشوف الواد زكي، خايف اموت واسيب ضحك الدنيا. ربنا اديته طول عمره، والحمد لله ربنا كرمك بالدكتورة امل. الله ايه يا حاج؟ ايوه دكتورة امل، كان نفسي حلاوتهم بنتي تطلع زيها، لكن للاسف طلعت خايبه زي سي زكي. طبعا ما انت عايز تتجوز عشان تتجوز ده كمان. ايه؟ يتجوز في السن ده؟ ليه؟ ايه؟ يتجوز في السن ده؟ ليه؟ مال يا سماسح لسه صغير. لا وايه بالاماره ايه؟ ساب الشعر، وكل ما اشوف المعلمه الشراح يقول لها امتى هنتجوز يا جميل. الله 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 يا بسين، ومالك مبسوط قوي كده ليه؟ بتقول انت عمال تقرق على النعمه من نعم ربي. لو هتفضل تقطع وتقول الكلام ده هقول لهم واحكي هم مراتك بتعمل معاك ايه في البيت. خلاص بقى يا جماعه اغفروا على الخبر مجهول، ربنا امر بالذات. الله يا اسطى موسى، انت زعلت مني ولا ايه؟ ايوه معلومه يا سعد. هو في ايه اعلى مجوز حلاوتهم واتجوز انا؟ ولا انا مكتوب عليا كده عيش زي بيت الواقف طول عمري عايش لوحدي؟ يا سيدي كل واحد بياخد نصيب. والله ايه الحكايه؟ عندك المعلم ده فيان اهو، صاحب لوكاندا قد الدنيا، ومتجوز 4 نسوان، وربنا حرمه من الخلفه. سبحان موزع العقول والارزاق. اتفضل يا دكتور. ايه ده؟ نص فرخة وعلبة لبن وباكو شوكولاتة واتنين جنيه كمان. بتوع ايه دول؟ صرفهم لي مكافأة علشان اتبرعت بدمي. اهو نوع من التشجيع للناس علشان بس يعوضوا الدم اللي راح منهم.
طيب وتفتكر اللي رايح يتبرع بدمه ده محتاج للحاجات دي؟ انا شايف ان الموضوع ده شاغل تفكيرك قوي 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 يا دكتور. ما تصورش قد ايه احنا عايشين في مأساة. انت اصلك انسانه رقيقه قوي وده سر اعجابي بيكي. دكتور رضا، انت من يوم ما اشتغلتي معايا هنا وانا بشوف تصرفاتك وافعالك انت فعلا مثال نادر، لكن للاسف في زمن صعب، زمن انعدمت فيه الرحمه بين الناس، كل واحد بيفكر في نفسه بس. دي تبقى غابه يا دكتور. للاسف هي دي الدنيا اللي احنا عايشين فيها النهارده، علشان كده عايزك تبقى واقعيه وما تحلميش كتير. قصدك ايه يا دكتور؟ احساسك بالناس وعذابهم ده شعور جميل، لكن صدقيني ده هيزود عذابك، لانك مش هتقدري تعملي حاجه تخففي بيها عذاب الناس. يعني قصدك ان حمله التبرع بالدم مش هتجيب نتيجه؟ هتجيب نتيجه مؤقته، وده طبعا حماس وهيموت بعد كده وهنرجع لنفس المشكله. ياه ده انت متشائم قوي. وانت خياليه اكتر من اللازم. انا اسف قوي بس هو ده الواقع اللي احنا عايشين فيه. انا شايف بقى انك محتاجه تروحي تستريحي وتاكلي الفراخ دي وتشربي اللبن وتاكلي الشوكولاته وتحوشي الفلوس دي علشان تعوضي الدم اللي اتاخد منك. ازيك يا معلمه الكرام؟ يا صباح الهنا، يا صباح الفل، يا صباح العندليب المغرد على غصون الشجر. ازيك يا استا موسى؟ حلو وجميل وزي القمر وزي الفل. ادامها قلتي عليها طلعتك البهيه دي، مش هتحن عليها بقى جميل؟ بالحلال يا موسى. ايوه بالحلال، ما قلناش حاجه وحد قال غير الحلال يا ست صلاح. وهتعيشني فين؟ في شقيتي مع حلاوتهم دي. بتحبك وتموت فيك دي بنت طيبه واميره، بس لما ابقى مرات ابوها مش هتحبني يا اسطى، والبيت اللي فيه اتنين ستات بيغرق، وانا بصراحه كده زي الفريق ما احب الشريك. بالاذن يا استا موسى. اذنك معاك يا حبيبي يا جميل يا حلو ابو الصحه زي الفل. تنكر ليه ما دام تحبي؟ بتنكر ليه؟ مراسة ايه؟ ايه يا حبيب اخويا؟ ايه الحكاية؟ انا عايز افهم. بتقطع عليا؟ بتتصنط عليا؟ ابدا، ده انا كنت جاي استلف منك الجورنال. امتى بقى كده حنقول المراد بقى كده ونفرح بيكم؟ ان شاء الله، بس لما تتزع اللقمه اللي واقفه لي في زوري. انت قصدك مين؟ هيكون قصدي مين غير حلاوتهم بنتي؟ حد يرمي بنته في الشارع يا راجل؟ معقول يا راجل حمي بنتي في الشارع؟ انا كل ما هنالك عاوز بس حد يتجوزها وما يكونش طمعان فيها. هي حيلتها ايه يا اخويا عشان يطمعوا فيها؟ ايوه انا ما قلت. ايه ده؟ ايه؟ بص يا سيد، بص وراك، ودي عكس الدكتور امل. يخرب ومالقاش الا الدكتور امل. لا ده ابو عجله، ده وعيتك سودة وعيتك كوبيا. ده انا عهري بدنك. ماشي، شايف ايه يا دكتور؟ ابدا يا اسطى، ده من ساعه ما نزلت من الاتوبيس وهو ماشي ورايا بيعكسني. طب بتكل على الله انت وسيبهولي، على النعمه من نعم رب لا عضبك تعضيب ما حصلت في التاريخ. شوف يا اخويا رب استعبط، انا هخيل لك عجلتك دي عوامه كانه بيصلح العجله. تعالى تعالى يا اخويا. أهلا، اهلا 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 اهلا، صباح الفل يا اخويا.